وقت ينضم إلينا دكتور رامي الخليفة العلي أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة باريس. أهلا وسهلا بك دكتور رامي معنا في هذه الساعة على قناة الحدث. يعني وفد المعارضة السورية قرر مغادرة جنيف غدا دون أن يعلن انسحابهم من المفاوضات. ديمستورا منذ قليل أعلن استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل. كيف نفهم كل ما يجري في ضوء كل هذه التطورات الجديدة؟ في شقين ربما. الشق الأول المتعلق بما صرح به السيد ديمستورا، هنا الحقيقة هنالك احتمالان. الاحتمال الأول أن تتم المفاوضات بغض النظر عن مقاطعة وفد المعارضة الذي يمثل المعارضة بطيفها الواسع، بمعنى أن المفاوضات سوف تتم بين النظام وما يسمى معارضة موسكو والقاهرة، وهذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن السيد ديمستورا يراهن على أن الضغوط التي تمارس والتي ستمارس على وفد المعارضة السورية كفيل بإرجاعه إلى المفاوضات. هذا فيما يتعلق بالسيد ديمستورا والشق الأول. الشق الثاني المتعلق بالمعارضة السورية، باعتقادي أن المعارضة تدرك تماما بأن استمرار المفاوضات في ظل الأوضاع العسكرية الراهنة في الداخل السوري وفي ظل تقدم النظام وهجمته العسكرية خصوصا في الريف الشمالي لحلب، هذا له نتائج سلبية لأنه يمثل غطاء سياسيا للنظام. هذه نقطة. النقطة الأخرى وكما ذكر السيد منذر ما خص عدم تحقيق الشروط الأساسية أو الأرضية التي تسمح بتحقيق تقدم على مستوى المفاوضات، يعني رفع الحصار عن المناطق المحاصرة، الالتزام بالهدنة، الإفراج عن المعتقلين. دون تحقيق هذه الشروط لا يمكن أن يحدث هنالك تقدم على المستوى السياسي. نقطة أخيرة إذا سمحت لي ربا، الحقيقة أن المعارضة باتت تدرك أنه لا يوجد أفق للوصول إلى تسوية سياسية، بمعنى أكثر وضوحا لا يوجد ضغط حقيقي من قبل المجتمع الدولي على النظام لتقديم التنازلات، وبالتالي ترى المعارضة أن الوضع أو المفاوضات في جنيف أصبحت مفاوضات من أجل المفاوضات، ولا يوجد تغيير حقيقي على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي، خصوصا أن القمة التي هي مهمة بالفعل ما بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج، بالرغم على من اتفاق الطرفين على نقاط مهمة فيما يتعلق بأمن الخليج، ولكن على مستوى الأزمة السورية لا يبدو أن هنالك تغيير كبير في الموقف الأمريكي التي تضع على رأس أولوياتها محاربة تنظيم داعش، ولكنها لا تمارس ضغطا حقيقيا على الجانب الإيراني وعلى النظام السوري لتقديم تنازلات حقيقية. لذلك أعتقد أن ذكرت نقطة مهمة أريد التوقف عندها، هو موضوع مشاركة يعني أطياف أخرى من المعارضة كبديل عن وفد المعارضة الممثل بالهيئة العليا للمفاوضات. يعني هل تعتقد أن هذا وارد في الحسابات الأممية وحتى المجتمع الدولي؟ لأن الهيئة العليا للمفاوضات يعني هي تعتبر أنها تمثل الطيف الأوسع من المعارضة، ولا تعترف أصلا بالأطياف الأخرى بشكل رسمي مثل المعارضة موسكو والقاهرة. الحقيقة زاويتين للرؤية، من ناحية الأمم المتحدة والسيد ديمستورا، الحقيقة مورسة على مدى الأشهر القليلة الماضية ورقت المعارضة الأخرى أو المعارضة البديلة، وكانت هنالك دعوات كما تعرفين ربما على الدوام لوفد المعارضة لنظام أطراف أخرى، وبالفعل أن مؤتمر الرياض شمل معظم أطياف المعارضة السورية، ولكن حدث أن تم إنتاج معارضة أخرى الحقيقة هي قريبة جدا من وجهة نظر النظام، وبالتالي لا توجد فجوة حقيقية في مواقف الطرفين. فيما يتعلق بالمعارضة ووفد المعارضة السورية، الحقيقة يدرك تماما أن أي مفاوضات لا تجري مع هذه المعارضة ومع هذا الوفد لا يمكن أن تؤدي إلى الوصول إلى اتفاق، ولا يمكن أن تؤدي إلى إنجاز حقيقي، لأن وفد المعارضة لا يمثل فقط ربا المعارضة السياسية، ولكن يمثل أيضا المعارضة العسكرية والفصائل المسلحة الموجودة على الأرض، والتي بعض رموزها يشاركون في عملية التفاوض. لذلك باعتقادي أن التلويح بالتفاوض مع معارضة أخرى غير وفد التفاوض لن يجدي، لأن أي اتفاق لن يجد تطبيقه على الأرض، لأن هذه المعارضة الحقيقة تم إنشائها برعاية موسكو بالدرجة الأولى. طيب دكتور، يعني هل تعتقد أن إعلان ديمستورا أيضا بأنه سيتم تعيين منسق للعمل على ملف المعتقلين في سجون النظام أتى كبادرة ربما للدفع بمسار المفاوضات في الأيام القليلة المقبلة؟
الحقيقة باعتقادي أنها محاولة للاستجابة على الأقل إعلاميا للمطلب الأساسي للمعارضة السورية ضمن المطالب الثلاثة التي تحدث عنها السيد منذر ماخوس، وهي الإفراج عن المعتقلين، الالتزام بالهدنة، ورفع الحصار عن المناطق. ولكن المشكلة الأساسية والتي تدركها المعارضة جيدا هي إمكانية تطبيق ما يعد به السيد ديمستورا، بمعنى أكثر وضوحا، هل سيستجيب النظام لمقترح السيد ديمستورا ويستجيب لمطالب المعارضة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين؟ يبدو ذلك بعيد المنال، خصوصا أن النظام على الأقل من الناحية العسكرية وحتى من الناحية السياسية يشعر براحة أكبر في ظل عدم وجود ضغط حقيقي عليه من قبل حلفائه أو من قبل المجتمع الدولي برمته. لذلك لا أعتقد أن ذلك يقنع كثيرا المعارضة السورية للقدوم مرة أخرى إلى المفاوضات. الحقيقة تعقد الأوضاع الإقليمية وتعقد المشهد الدولي فيما يتعلق بالأزمة السورية، كل ذلك الحقيقة يدفع المعارضة بالفعل إلى تأجيل مشاركتها في المفاوضات، ولكنها لن تنسحب لأنها تدرك أن انسحابه سوف تكون له تكاليف باهظة، لأنها ببساطة لا تستطيع الوقوف أمام المجتمع الدولي الراعي لهذه المفاوضات. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل والإيضاحات. كنت معنا من باريس الدكتور رامي الخليفة العلي، أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة باريس، شكرا لك.